صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا بلبنان والعالم. بداية نهارنا رح تكون مع وقفة روحية وفصل من الإنجيل المقدس منسمعه مع الأب فرانسوا الصيفي الكبوشي مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير أبونا. صباح النور، سلام المسيح بقلبك وقلب كل المشاهدين والسامعين. تفضل أبونا. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الإنجيلي البشير. مثل التينة التي لا تثمر. وضرب هذا المثل: كان لرجل تينة مغروسة في كرمه، فجاء يطلب ثمرا عليها فلم يجد، فقال للكرام: إني آتي منذ 3 سنوات إلى التينة هذه أطلب ثمرا عليها فلا أجد، فاقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ فأجابه: سيدي، دعا هذه السنة أيضا حتى أقلب الأرض من حولها وألقي سمادا، فلا ربما تثمر في العام المقبل، وإلا فتقطعها. كلام الرب إلهنا. يا رب، أنت دايما تعطينا الأمثلة لحتى تنورنا وتقودنا للحياة الأبدية وتحذرنا من مخاطر الحياة الأرضية اللي ممكن أنه تغرقنا بهمومها وتبعدنا عن عيشنا لكلمتك اللي بتعطي الحياة الأبدية. أنت يا رب النور الحقيقي، أنت الحكمة، أنت الحياة الأبدية، أنت النور، أنت اللي جاي لحتى تغذينا روحيا، جاي لحتى تحررنا من الأمور الأرضية، جاي لحتى تعطينا الحياة الأبدية. وهالحكمة اللي عم تعطينا إياها اليوم اللي بتدلنا على الثمار المرجوة وعلى مخاطر عدم اعطاء الثمار بحياتنا، لحتى فعلا نكون مثمرين لازم نسمع كلمتك ونعمل فيها بحياتنا. من هيك يا رب نطلب منك اليوم تعطينا الروح القدس لحتى هو كمان يساعدنا لنفهم نحن مشيئتك بحياتنا، ولحتى نسير على خطواتك ونتحد فيك ونوطد ملكوتك بقلوبنا بعيالنا وبمجتمعنا، ونقوم برسالتنا على أكمل وجه لحتى فعلا نحصل على الحياة الأبدية معك. نتأمل بوجهك إلى أبد الآبدين. آمين. آمين. أبونا، بالبداية منلاحظ بالإنجيل ككل استسلام الرجل وقراره بقطع التينة. قديه لازم الإنسان ينطر الثمار، وكيف بيعرف أنه شجرته لن تثمر أبداً؟ هلا هيدا المثل اعطانا اياه سيدنا يسوع المسيح. دائما هالمثل هيدا اللي بيحكينا عن الانذار، اذا بدنا نقول هو الانذار التقليدي اللي كان موجود للشجره وللكرم كمان في عنا بسفر اشعيا، وكمان هيد عيده الانجيلي يوحنا، الكرم اللي ما بيعطي ثمره او الكرمه والكرم اللي ما بيعطي ثماره، وهون عنا التيني. هلا اكيد انه الانسان دائما لازم يكون عنده الرجاء، ولازم يسلم حاله لاراده الله ولمشيئه الله، وكل واحد بيسلم حاله لاراده الله ولمشيئه الله ولكلمه الله بحياته الا ما يعطي ثمار، والثمار نعم. المرجوه. لكن ما بيعطي ثمار لما اذا بدنا نقول بيلتهي بملذاته الشخصيه او بمبتغيه وباحلامه هو، ولمن بيبتعد عن تحقيق كلمه الله بيلتهي بالأنانية عن الكرم وأعطاء الزيت وبذل الزيت في سبيل الآخرين، ساعتها ببطل يعطي الثمار المرجوة، بتصير الأشياء أرضية بالنسبة له إلى أهمية أكثر من الأمور الروحية والسماوية، ببطل يعمل من أجل ملكوت الله، بصير يعمل من أجل مشيئته الشخصية، فساعتها بتقل الثمار إذا بدنا نقول وبتضمحل. ونحن منشوف التينة، يعني عنا أمثال كتير عن التيني بيستعملوها. هلا هيدا المثل شوي
إذا ما نقول منه كتير واضح، واضح نعم من حيث صحيح إنه من أشياء، من حيث الأشياء الأمور الروحية أكيد واضح، بس من حيث الأمور إذا بدنا نقول الزراعية، نعم لأنه من أنا وصغير بعرف وبنشوف إنه التينة أو التين كله ما بيركشوا ولا بيهتموا فيه، حتى الأخوين رحبان يستعملوا هذا المثل بمسرحية أيام فخر الدين، نعم بيقول له أنا واحد عنده تينة بيركشها وبيهتم فيها ومدري شو بيستعمل زيت الشيء تقريبا زيت الصورة، وبتيجي الدولة بتاخذ منه ضريبة على الهينة، انه بنشوف انه التينه مش كتير بدها فليحه وبدها هي بتهتم بحالها وهي صحيح بتعطي ثمرها، وبقدر ما بتكون هي بتكدي على الامور الطبيعيه يعني على الشمس وعلى المي وعلى الشتاء وعلى الارض بقدر ما بيكون ثمارها منيحه. هون بدي الفت نظر انا المشاهدين والمستمعين الى انه نحن بقدر ما نتكل على العنايه الالهيه، وهون التينه بقدر ما عم تتكل على العنايه الالهيه نعم. بقدر ما بتعطي الثمار المرجوه. هلا هون اكيد في عنا المعنى الرمزي اللي هو كثير مهم بهيدا النص اكثر من المعنى الحرفي. نعم. المعنى الرمزي بيعطي الاليجوري الرمزي اكثر من المعنى الحرفي، ما بدنا ندخل بالمعنى الحرفي يعني بالاشياء الامور الزراعيه والهيك، بس بالامور اللاهوتيه اذا بنقول، لانه هيدا نعم. المثل روحيه واللاهوتيه، اللاهوتيه لانه هذا المثل مهم جدا، مثل ما قلنا هذا مثل تحذيري من عدم اعطاء الثمار المرجوه، وهذا نعم. الاسلوب مستعمل اكيد عند الانبياء، ولكن سيدنا يسوع المسيح استعمله هون واضاف له كمان اشياء كثير مهمه اللي هي المهله اللي بيعطيها الرب، هون التركيز على المهله اللي بيعطيها للخاطئين. نعم وهون هيدا شغله كثير من عم مهمه. بيجي نعم هيدا شغلة كتير مهمة. ايه مزبوط، هيدي شغلة كتير مهمة ولازم نحن كمان نتأمل فيها ونشكر الرب عليها، لأنه هيدي كمان دعوة في النص هو كله المعنى أو فحوى وخلاصته هو دعوة إلى التوبة، في عنا دعوة واضحة إلى التوبة ودعوة ماسة إنه نحن لازم من كل قلبنا نشتغل لتوبتنا لإلنا الشخصية ولتوبة الآخرين. نعم. لأن نحن مدعوين عنا رسالة، رسالة هي وهي دائما رسالة النبوية إذا بدنا نقول، ودعوة سيدنا يسوع المسيح بالإنجيل أول ما بلش رسالته هي توبوا وآمنوا فقد اقترب ملكوت السماوات. نعم. فهيدي جملة أساسية من سيدنا يسوع المسيح، هيدي ولو ما كانت هون واضحة بنقول نحن أو الكلمات ذات الموجودين، ولكن المعنى موجود، المعنى لأنه بمثل التين اللي مش عم تعطي ثمار، هون بنشوف إنه كمان عندنا بعض آباء الكنيسة بتفسيرهم لهيدا النص شافوا فيه الثالوث الأقدس فيه. نعم. لأنه هون عم بيحكي رب الكرمي اللي هو الله اللي عم بيحكي عن الكرمي او برضو عن التين، بنقول الكرام هون، فقال الكرام اني ات منذ 3 سنوات. نعم. الكرام هيدا هو سيدنا يسوع المسيح صاحب الكرمي الله الاب، الكرام سيدنا يسوع المسيح اللي لهون انه الاجابه هون اللي عم بيحكي معه فقطعها، فأجابه سيدي، السيد عم بيقول هو الروح القدس اللي بيعطي بيخلي يعطي الثمار المرجوه. نعم. الروح الثالث يعني في عندنا بهذا النص مع كل شيء عندنا حضور للثالوث الأقدس، الثالوث الأقدس اللي هو بيعمل لازم يخلينا نحن يعمل بحياتنا لحتى فعلا نعطي، وهذا أشياء إيمانية بإيماننا نحن بالثالوث الأقدس لازم نعطي الثمار المرجوه. أكيد. بقى من هون بنقول نحن هذا كيف قلب الأرض، وفي معنى كمان هون إذا بدنا نقول دون ما نغوص كثير بالنص، يعني نص كثير حلو هيدا بينغاص فيه يعني حلو صحيح انه الواحد يدخل فيه، ولكن باختصار اذا بدنا نقوله من هيك قبل ما الوقت يداهمنا بنقول انه كمان في تلميح عن 3 سنوات، شو هن؟ اني ات منذ 3 سنوات، نعم. شو هن 3 سنوات؟ هن رساله سيدنا يسوع المسيح على الارض بعد الكنيسة شافوا فيها، وهذه الثمار المرجوة إلى أنه الشعب القديم شعب الله بالعهد المقدس بالعهد القديم نعم. ما كان يعطي الثمار المرجوة القديسين والخلاص وكل هالأشياء، مع سيدنا يسوع المسيح الروح القدس عمل بالكنيسة فعلا مثل ما نقول فلحها وقلبها وسمدها بالأعمال الخير، بقى اعطت الثمار المرجوه القديسين، اتفتحت السماوات على الارض ودخلوا بالملايين الى ملكوت الله.
نعم ومن هيك تبعوا سيدنا يسوع المسيح. وهالتينة هيدي اللي هي إذا بدنا نشبهها للكنيسة، الكنيسة التين اللي فلحها الروح القدس إذا بدنا نقول، وقلب لها الأرض من حولها وألقى سمات فيها، نعم. أعطت الثمار المرجوة اللي هي ثمار القديسين والكرمة هاللي اللي كبرت وأعطت وغطت إذا بدنا نقول، وإجوا كتير شعوب وتظللت تحت أغصانها. نعم. بقى هيدي هي مثل التينة. أكيد في عنا إشياء كتير حلوة موجودة فيها، موجودة بهيدا النص كمان، إنه بتدلنا على رسالتنا نحن على الأرض اليوم، كيف يجب علينا أن نتصرف. نعم هيدا أبونا، هيدا اللي كان بدي أسألك إياه. نحن واقعيا على الأرض بحياتنا اليومية، كيف بدنا نكون هيدي الشجرة الصالحة والمثمرة؟ ايه نحن مزبوط، سؤال كثير مهم. هيدا الاهم شيء باخر النص هون بنشوف نحن، لحتى اذا بدنا نقول هون بيقول فلتثمر في العام المقبل والا فتقطعها. هيدي المهله المعطاه لنا وللشعوب اجمع، كيف نحن بدنا نكون هيدي التينه المرجوه؟ بدنا نخلي الروح القدس يشتغل فينا. كيف بدنا نعرف انه الروح القدس عم بيشتغل فينا؟ بسمعنا لكلمه الله. كيف بدنا نسمع كلام الله؟ كلام الله من قبل الكنيسه اليوم، الكنيسه أكيد. هي اللي بتعطينا كلام الله، وبيتنا يتحول الى كنيسه كما كنيسه تتحول لبيتنا. من هيك هالعلاقه الحميمه اللي بتصير بيني وبين الكنيسه بواسطه الاسرار اللي انا باخذها، وتفعيل الاسرار وثمار الاسمار، ثمار الاسرار. ثمار الأسرار هي الموجودة، بنعرف نحن أنه تيني عم تعطي ثمار مرجوة. نعم. المبتغات لحتى نحن نكمل رسالتنا. بقى في عنا عدة أصعدة، ومن الأصعدة هي أنه نحن إذا عشنا الأسرار مثل ما مطلوب منا، بنكون نحن عم نعطي الثمار المرجوة. صحيح. بكون نحن هالتيني هيدي اللي عم نخلي الروح القدس يشتغل فيها لحتى تعطي ولحتى تفعل ولحتى تكون، حتى ما كمان مثل ما بيقلنا هون سيدنا يسوع المسيح، ما نعطل الأرض إنما نكون فعالين ضمن الكرم اللي هو زرعه واللي هي كنيسة الله. نعم. بيقلنا القديس بطرس بيستعمل الصورة دائما اللي هي واستعملها، إنه الكنيسة مبنية من أحجار حية. نعم. الأحجار الحية هي كل واحد منا. الأحجار الحية هي بتاخد مفعولة إذا بدنا نقول ضمن الكنيسة ودورة ضمن الكنيسة. بيستعمل القديس بولس صورة تانية، بيقول إنه جسم سيدنا يسوع المسيح هو مثل جسم الإنسان كله سوا، كل عضو له وظيفته ضمن هالجسم. جسم هو واحد ولكن مؤلف من عدة أعضاء. نعم. فكل واحد ما بيقدر العين تقول لديني أنا أهم منيك، أو العكس صحيح كمان، أو بقى كل واحد كل عضو له أهميته وله دوره. إذا ما بعطيك كل واحد عنده دوره لازم يقوم فيه. كل واحد إذا عمل دوره وخلى الروح القدس يشتغل فيه وعرف رسالته واكتشف مشيئة الله بحياته، هيدي أكبر ثمار مرجوة بنكون نحن عم نعطيها لأعيالنا وللعالم اللي نحن عم نلتقي فيه. نعم أبونا، من جهة أخرى شو هي الشجرة يلي لازم نقطعها بحياتنا تتكون الأرض صالحة؟ اي بس صوتك شوي بعيد، ما سمعت منيح. نعم عم تسمعني؟ اي عم بسمع بس كثير غميق. نعم عم بسألك أبونا من جهة أخرى، الشجرة يلي علينا نقطعها بحياتنا تتكون الأرض صالحة شو هي؟ إيه نعم، الأشياء كل شيء لازم نشيله من حياتنا مثل ما نقول شوك. هلا نحن قربنا من عيد القديسة تيريزا الأفيلية. القديسة تيريزا الأفيلية بتشبه حياتنا وقلبنا لجنينة. من هون جنينة تقدر تكون، نقدر نعملها نحن جنينة جنة، ومنقدر نعملها جهنم. نعم. إذا تركنا لهالشيء يمشي فيها مثل ما هو، يعني إذا نحن استسلمنا للأمور الأرضية منكون نحن عم نخلي مثل ما عم تقولي أنت هالأشياء اللي ما عم تعطي، منكون بيطلع كتير حشيش فيها وعم بيطلع شوك وعم بيطلع أشجار ما عم تعطي ثمار. نعم. بقى نحن لازم كل شيء ممكن إنه يمنعنا من عيشنا لكلمة الله بحياتنا وللبحث عن مشيئته محتمل يكون أعشاب سيئة لازم نحن نتخلص منها. هلا بتقيل على الواقع شو هو؟ على الواقع كل شيء. هلا مثل كمان كان عندنا عيد الديس كارلو أكوتي. صحيح. طوباوي إن شاء الله قريبا بيصير قديس. هلا هو كمان بنشوف عرف يستعمل. هلا كل شيء بحياتنا نحن بناخذه كمان من منذ استعمالنا منذ التنشئه حتى بوقت الطفوله لوقت المراهقه لوقت البلوغ سن البلوغ،
كلهم نعرف انه الاشياء فينا هي ذاتها نستعملها للخايف كما فينا نستعملها للشر. صحيح. بقى من هيك حتى الوقت نحن بنقدر نستعمله للخايف نعمل فيه اشياء منيحه، بنقدر نستعمله للشر. هلا كل شيء ممكن، يعني مثلا الكمبيوتر اذا بقدر انا استعمله لشوف اشياء ممكن مش كثير بتغذيني روحيا. نعم. اذا ما قلت انه بطل مضيعه للوقت، اشياء مضيعه للوقت، اشياء يمكن بورنوغرافي، اشياء منها مفيده كثير، فيني استعملها لحتى اشوف الاشياء اللي بتدلني على طريق الحياه الابديه، بتدلني على كلمه الله، بقدر استعملها لحتى اتامل كلام الله، لحتى نعم. اسمع العجائب اللي عم بتصير بالعالم، التدخل الالهي. بقى من هيك في اشياء كل شيء يعني بقدر استعمله انا للخير كما بقدر استعمله للشر. نحن نعم. صغار كنا نقدر نعمل انه السكين لما بيكون بايدنا بنقدر نستعمله للامور الخير، يعني لحتى اشر تفاحه، لحتى اشر ليموني، لحتى اكل فيه، كما بقدر الولد اذا كان شوي مش كثير عامل تنشئه او تربيه منيحه بيقدر يستعمله حتى ينجور الطاوله، قال له حتى في كثير بيستعملوه مع الاسف احنا ما بنفكر فيها، بس انا مشان التربيه نتعلم كيف نحن نستعمل الامور بمحلها لحتى كل شيء يستعمل بحسب الامور اللي انوجد لها. نعم. ونحن كمان كل واحد انوجد من اجل رساله معينه، بقى كل شيء ممكن انه يوقف بطريقه انا يعني عدم تحقيق رسالتي بحسب مشيئه الله هو لازم شيله من قدامي. نعم. كل شيء ممكن انه يضيع لي وقتي بعرف انه بيضيع لي وقتي لازم اتجنبه. كل شيء ممكن انه يلهيني لازم اتجنبه. كل شيء ممكن انه يخلق لي مشاكل كان نفسية أو مشاكل ما بعرف اجتماعية أو غيره. نعم. أو اقتصادية لازم أنا أتجنبه. يعني يكون واحد معه مبلغ من المال بيقدر يصرفه على الأمور الملذات الأرضية كما بيقدر يساعد فيه. صحيح. أو يأخذ احتياجاته منه ويساعد الأمور الثانية يفكر بغيره، وهيدا التفكير هيدي أعطى الثمار المرجوة. واجتناب إذا بدنا نقول نتجنب كل الأمور اللي ممكن أنه توقف حاجز بيني وبين تحقيق كلام الله. نعم. فهيك أنا بكون عم بستعمل وقتي مشان لحتى استفيد من الكنوز اللي رب وضعها بين إيدي وأعطاني إياها، ونشكر الرب على كل النعم اللي أعطاني إياها. نعم. أبونا منشوف بالإنجيل أنه الكرام كان عنده أمل بعد وطلب من الرجل أنه ينطر لأنه بعد في أمل أنه هالشجرة تعطي ثمار. هل من الصحيح أنه يضل عنا أمل بما لا أمل فيه؟ لا، ما في شيء لا أمل فيه. أكيد المسيح المؤمن دائما لازم يكون عنده أمل. والأمل نحن بستعمل كلمة رجاء، رجاء والأمل يعني هن تقريبا مثل بعضهم. نعم. بستعملوا أكثر الأمل للأمور الأرضية، رجاء للأمور السماوية. بس اثنينهم لازم نحن أكيد ما نتخلى عنهم، لا الأمل ولا الرجاء لازم يكون، ودائما لازم يكون عندنا أمل، يكون لو قد ما طال هالانتظار أبونا لازم ننطر. نعم. لو قد ما طال الانتظار لازم يضل في أمل برأيك؟ أكيد أكيد أكيد، من دون شك من دون شك لازم الأمل، مش لازم نفقد الأمل أبدا. نعم. حتى آخر شيء هو الرب بيعطينا الإشارة يعني كيف نحن لازم نتصرف، أو هي بتروح الأمور لما نحن بنفقد الأمل مثل ما بنقول، هي الأمور بتروح منا لحالها، والرب بيعطينا الحل كيف نحن لازم نتصرف لحتى نعطي الثمار المرجوة بحياتنا، ولحتى كمان نحصل على الثمار بحياتنا. بس دائما الأمل والرجاء مش لازم أبدا نفقدهم، لأنه هي اللي خاصة أن الرجاء هي من الفضائل الإلهية مع نعم. المحبة والإيمان. طبعا الإيمان والمحبة والرجاء لازم دائما يكونوا موجودين بقلوبنا، ولازم نصلي لحتى تتم مشيئة الله بحياتنا، وهيك بنكون عم نعطي الثمار المرجوة. نعم. أبونا شو بتقول للناس يلي عم تحضرنا بكلمة أخيرة واللي ناطرة الثمار من زمان كتير وبعدها ناطرة لليوم؟ أنا بقول دائما أنه اتكلنا على الله دائما بنحصل على ثمار أكثر ما نحن ننتظر منه. الرب بيعطينا، بنعرف أنه الرب كريم كثير وبيعطينا أكثر ما نحن ما بنستاهل وأكثر ما بننتظر، أكثر ما بنستاهل وأكثر ما بننتظر. وبطلب من الكل أنه يعلقوا رجاءهم على الله، ما يعلقوا رجاءهم على الأمور المادية، لأنه كل الأمور المادية زائلة، فقط الباقي مثل ما قلنا سيدنا يسوع المسيح السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. نعم. بقى بطلب من الكل السامعين أنه يعلقوا أمالهم ورجاءهم على ما لا يزول
أي على كلمة الله. وأنا كمان أول واحد بطلب من الرب يعطيني النعمة لإلي ولكل المشاهدين والمستمعين ولإلي كمان، إنه يعطينا النعمة لحتى نحل كل رجائنا بكلمته ونتطلع على مشيئته لحتى نحاول نعيشها بحياتنا. نعم، شكرا أبونا على مشاركتك معنا بهالفقرة الروحية، وطبعا حضرتك باقي معنا بالفقرة التالية تنتابع حلقتنا. إذا الله راد، الله يبارككم ويبارك جميع المشاهدين. شكرا لك. مشاهدينا فاصل صغير ومنتابع. لكل حدا بعد ما سمع عن كارلو أكيوتيس، هالشاب من أصغر الطوباويين على مذابح الكنيسة، عمره بس 15 سنة، وانتقل من بيناتنا مش من زمان بسنة 2006. تخيلوا إنه أمه وبيو عم بيشاركوا بحفل تطويبه. قدي فخورين هالأهل بابنهم اللي ما قدروا يفرحوا فيه مثل الشباب العاديين، بس فرحهم كان أضعاف وأضعاف لأنه مصدره السما مش الأرض. كارلو كان متعبد للقربين المقدس، وكان يستغرب كيف الشباب والصبايا معبيين الحفلات بالألوف وبالكنيسة قليل كتير. قرب موعد تطويب كارلو اللي حدده الفاتيكان بعشرة تشرين الأول 2020. صار عنا شفيع جديد بالسما، شفيعته وبركة القربين المقدس ترافقكن كلكن، ومنخص بالذكر الشباب والصبايا اللي من جيله حتى يتمثلوا فيه ويمشوا على درب الرب. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا. مثل ما كلنا منعرف أنه هالأسبوع وصلت ذخائر الطوباوي كارلو أكوتيس إلى دير سيدة الويزة بزوق مصبح، وصادف من يومين الذكرى السنوية الأولى لأعلانه طوباوي. كرمال نناقش جانب أو جزء من حياة كارلو، رح نرحب من جديد بالأب فرانسوا الصيف الكابوشي. أبونا أهلا وسهلا فيك من جديد. ميرسي، أهلا فيكم كمان من جديد، والرب يكون معكم كلكم ومع كل المشاهدين والسامعين. أبونا خبرنا شوي عن كارلو يلي لقب بشفيع الإنترنت، شو هو هالموقع يلي عمله؟ بالفعل كارلو هو ظاهرة هلأ وكتير مفيد، كان بالكنيسة يعني كان نعمة من الله أعطاها، مثل دايما بيعطيها الروح القدس للكنيسة، كان بحياته أو بصغره. أكيد منه هو أصغر واحد، مش أصغر واحد بالكنيسة، بس هو من الصغار من الأشخاص أو من إذا بدنا نقول الطوباويين اللي عرفوا استفادوا من الوقت القصير اللي قضوه على وجه الأرض. أكيد في دومينيك سافيو كان عمره 12 سنة طبعا. في ماريا غوريتي 12 سنة، إنه كمان في قديسين، وهو كمان قديس إنه 15 سنة عرف استفاد من الوقت القصير اللي قضيه على الأرض إنه يحصل على ملكوت الله ويدعي. هيدي أهم كمان إنه يدعي آخرين كتير وكثر، ونحن منهم إنه نتأمل بحياته ونسير على طريقه لحتى نوصل إلى السماء. هلا كارلو أكوتيس أكيد من حياته بنشوف، ومن كيف بدنا نتعرف عليه؟ نتعرف عليه من شهادة أمه أول شيء. صحيح. أمه كانت أقرب منه لإله، أقرب شيء لإله كانت أمه، ومن كمان الخطابات أكيد، لأنه قداسة البابا بياخذ الأشياء الأساسية بتطويبه وبيحكي عنه. نعم. بقى كارلو كان بتقول أمه إنه كان من هو صغير، وهيدي هون بنحكي عنها وبنعطي مدى أهمية التربية بالبيت والتوعية. صحيح. كان من هو صغير أكيد إنه كان مثل كل عائلة إنه عندهم الإيمان، عايشين الإيمان، لأنه ابنه بده يتعرف هو على الإيمان من خلال أهله. وتعمد بالمعمودية كمان، عرف بالمعمودية، ومن بعدين كمان إنه تفاعل أو فعل وعطي الثمار المجروة بحياته. نعم. اللي هي عايش الأسرار، وهون بناخد قديش أهمية الأهل إنهم يربوا أولادهم على التنشئة المسيحية اللي هي شرح الأسرار اللي بياخذوها، لأنه الولد لما بيكون صغير بياخذ الأسرار ما بيفهم شو عم يعمل. صحيح. مين بده يشرح له وبده يعيش قدامه؟ أهم إنه يعيش قدامه هن الأهل. الأهل، وهون بنركز على دور العراب والعرابة كمان. أكيد. لازم يعيشوا حياتهم قدام المعمد. هون كارلو أكوتيس قديش فعلت هذه الأسرار من عنده، قديش كان عنده توعية وحكمة هون. نعم. لأنه كمان التوعية والحكمة كمان بينعطوا من الجو اللي عايشينه بالبيت. أكيد المثل اللي كانت أمه تعطيه
من هون بنحكي قديش كمان كانت امه تتعجب قديش هو وامه والاشخاص اللي التقوا فيهم، لانه بنعرف انه حسب ما بتخبر امه انه التقى براهبي، التقت براهبي مره وقالت له انه ابنك رح يكون له دور كثير كبير بالكنيسه. نعم. وكان في الاشخاص اللي كانوا يلتقوا فيهم كانوا يشوفوا النعمه والحكمه، يعني عم بينما بالنعمه بالقامه والنعمه والحكمه قدام الله وقدام البشر، يعني قديش كان عم بامين على كلمه الله. هلا هون كمان بالدور اللي عايشه انه كان يحب، كان عنده شوق لسر الافخارستيه. طبعا. يعني عنده شوق لسر الأفخارستية بعيشه وبتدميره. بتقول أمه كمان كان عنده كتير فرح بس يروح على الكنيسة وبس يشارك بسر الأفخارستية. نعم. بقى من هون منشوف أنه هالولد تنشأ على الحياة المسيحية وعلى الأسرار اللي أخذها وفهم وتوعى. كمان كان عنده هالرسالة، شوق أول شيء لقاله أنه هو اكتشف الحياة الأبدية والكنوز اللي موجودة بسر الإفخارستية. نعم. وأراد من بعد ما اكتشفها أنه يعطيها ويشاركها للآخرين. هلا كان عنده شوق كمان هو وعنده ميول إذا بدنا نقول أكثر من غيره إلى وسائل الإنترنت. صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي. بقى من هيك عمل عدة يمكن سايتات على على صحيح. الانترنت، على المواقع التواصل الاجتماعي، ومنها السايت، عمل واحد سايت او قبل للكهنه. هلا قبل ما نعمل كمان في عنا شغله، لانه نحن بنوصل دغري، لانه وقتنا حتى ما يدهمنا بنشيل اشياء كثيره. نعم. بدنا نعرف انه كيف كان يستعمل الانترنت هو قبل ما يعمل السايت. يعني بنعرف نحكي عنا دائما انه توعيه الاولاد على كيفيه استعمال استخدامها. نعم طبعا. وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الانترنت، كان يبحث وكان يفوت على الامور الدينيه والامور اللي اذا بدنا نقول تعاليم الكنيسه، ومن هيك الامور الكنسيه اللي كانت موجوده انذاك. بقى اخذ فكره، كان يستوعب. نعم. اخذ فكره وكانت تجذبه هالامور الدينيه والروحيه. فعلا شيء غريب، يعني شخص بعمره تلفت له نظره امور هالقد خاصه بالكنيسه، يعني هذا شيء اكيد كثير غريب وما بنلاقيه عند الاشخاص عاده بهالعمر. يعني عاده ما بنلاقيه، بس لا هو موجود كثير. يعني بنشوف اذا الاولاد بيتربوا وبيتنشأوا كثير بيطلع عندنا اجيال كثير مثمرة. نعم. وأجيال كثير بتنشئنا، يعني بتعطينا وبتجسد لنا ملكوت الله على الأرض، وهذا اللي نحن بحاجة له، وهذا الكنيسة اللي كانت عم تطلع إنه تعطي مثل قديس، يعني هو شفيع للإنترنت. نعم. هلا هون بدي أحكي عن قديسين قبل منه كمان كانوا حاولوا يحطوهم، يمكن مش للإنترنت، نعرف عنه لأنه هو كان عنده كمان زيادة عن كل هالأشياء، كان عنده شوق ومحبة خاصة للقديس فرانسيس الأسيزي. نعم. ومن هيك طلب انه يكون مدفون بمدينة أسيزي، ودفنه هلا هو جسمين وموجود بأسيزي. نعم صحيح. القبر تبعه والجسمين والذخائر تبعه. نعم. هلا هون ليش عم بقول لك انا انه عم ركز على النقطة؟ عم ركز على النقطة لأنه قبل منه في عنا شفيعة التلفزيون، والتلفزيون هي تقريبا من ضمن التواصل الاجتماعي. نعم. شفيعة التلفزيون هي القديسة كلارا. القديسة كلارا كانت قبل منه، وكانت حتى 2002 الكنيسة حاولت كمان تحط أو تبلش تحضر مثل القديس إيزيدوروس دو سيفيل. نعم. من سيفيليا. كمان إيزيدوروس كان هو حياته كثير حلوة كمان، صحيح إنه منه ولد بس إنه كان كثير صعب عليه إنه يتعلم اللاهوت، وفجأة صار أب من أباء الكنيسة، يعني دكتور معلم. نعم. بالكنيسة هون بس يشتغل الروح القدس. يعني إذا ما نتأمل بحياته بنشوف إنه حياته تحولت من إنه شوية صعوبة بالدرس إلى معلم بالكنيسة، يعني فتحت هذا بنقول نحن بس يحل الروح القدس. نعم. ومن هيك بنشوف إنه روح عمل الروح القدس بكارلوس أكوتيس، بكارلو أكوتيس قديش إنه أعطاه هيدي الرسالة وهيدي المحبة والشوق إنه يخلق. هون بنشوف نحن النزعة أو محبة كارلو أكوتيس إلى سر الإفخارستية. نعم. اللي دفعه أنه يبحث، يعمل بحث عن عجائب سر الإفخارستية بتاريخ الكنيسة وبالكون. نعم. من هيك عمل سايت مهم عن عجائب الإفخارستية بتاريخ الكنيسة، السايت كتير حلو وبيدعي الكل أنه بيتعجب، هو بيتعجب أنه كيف هالولاد اللي من عمره يمكن المراهقين
كيف كلهم بيركضوا على دور السينما وعلى المسارح وعلى الاغاني وعلى الحفلات وبينطروا ساعات وبيضيعوا وقتهم. ايش بديش اقول بضيعوا وقتهم، بس انه وقت منه كثير مهم، يعني ما اشياء نعم. منه رساله كثير، ما بتعطيهم شو بتعطيهم سعاده ساعه ساعتين ثلاثه وبتخليهم، على انه سر الافخارستيه اللي بيعطينا الحياه الابديه نعم. يعني بشوف ما في حدا بنشوف هيدي الشغله كانت تزعجه، انه كيف هالاشخاص هودي عم يركضوا وراء اشياء تافهه اشياء ثانويه وعم يتركوا الاشياء الاساسيه نعم. اللي هي صحيح ابونا. يعني بنشوف اليوم الشباب حتى اذا بدنا نحكي من جانب التكنولوجيا بيستخدموا السوشيال ميديا للتسليه ولتمضيه الوقت، انما كارلو استخدمها بحقل الرب. يعني شو بتقول هون، شو بينقص اليوم، شو بينقص الفئه الشبابيه تتكون مثل كارلو اكوتيس؟ يعني بينقص اخي ما بعرف، حسب انا رايي الشخصي بينقص التوعيه، توعيه على الامور وعلى اهميه الامور الدينيه بحياتنا اليوميه بعلاقتنا مع الاخرين، لانه بنشوف انه روح العالم عم يطغي على روح الكنيسه وعلى التنشئه اللي كانت موجوده، اكيد ما بيقدر عليها لانه نعرف انه الرب وعدنا انه لن تقوى عليها ابواب الجحيم، يعني بالعكس هي راح تروح. هون نحن عندنا مثل كارلو اكوتيس، انه بحاجه نحن كمان اكثر من كارلو اكوتيس الى الكنيسه ككل انه تشتغل على هالصعيد، انه توعي الشبيبه ويكون صحيح. في اكثر من كارلو اكوتيس، لا انا بعرف انه في كثير هلا بياخذوا مثل كارلو اكوتيس مثل شفيع لهم، وقديش في عالم، يعني مش واحد لازم يضل يطلع على الامور السلبيه، انه اكيد في اشياء امور سلبيه، بس بنطلع على الامور السلبيه تنصلحها صحيح، وبنطلع على الامور الايجابيه تنشجعها بنفس الوقت وتنعمل فيها. هلا في امور سلبيه مثل ما عم تقولي في كثير، وهو لاحظ كارلو اكوتيس والكنيسه كلها ملاحظه ونحن كلنا بنلاحظ، انه بس يكون في حفله غنائيه او شو بعرفني شيء نشاط اجتماعي كل العالم بتروح وبتركض وبتنطر وبتضيع وقتها وما بتسال صحيح. بس يكون في كنيسه او شو اسمه بنوصل مأخرين على الكنيسه ومنطل قبل بوقت، واذا بنلاقي 100 سبب يمكن لما نروح كمان دوري ببلش ما عادش بيعرف يخلط، وهي كلها نص ساعه نحن مش رايحين كلها كرمال الكوري ولا كرمال، رايحين اذا رايحين فعلا كرمال سيدنا يسوع المسيح وبدي التقي بشخص بحبه انا بروح اكيد قبل بوقت، مثل ما بيركز قداسه البابا اليوم انه سر الافخارستيه لازم نوصل او على القليله خمس دقائق قبل ونفل خمس دقائق بعد، فبتشوف اغلبيه الناس بيوصلوا مأخرين وبفلوا قبل بوقت، بقى من هيك لازم نعطي كل وقت حقه، وقت الافخارستيه لازم نعطيه حقه، بقى لما الشعب ولما الجن الشبيبه بتبلش توعى الامور هيدي وتبلش تعيشها فعلا بتكون يمكن بتصير فيها تقوم بعملية البشارة أيضا مثل ما عمل كارلو أكوتيس. أكيد ما هيدي من رسالة الكنيسة ككل، ودائما بسر الإفخارستية، دائما بسر الإفخارستية يعني بالقداس آخر شيء، بس يعطي بسميها الكونجيدو، الكونجيدو يعني بس يرسل اذهبوا بسلام المسيح، اذهبوا بسلام المسيح، اذهبوا لشو؟ اذهبوا وبشروا. صحيح. دائما بالقداس بكل ختام قداس بالكوري بيدعي المؤمنين كل اللي شاركوا بسر الافخارستيه حتى يروحوا ويبشروا بشيء اللي هن عاشوا اي بسر الافخارستيه بالامور اي بالامور الدينيه بالليتورجيه بكلمه الله اللي سمعوها لحتى يروحوا ويحكوا عنها ويعيشوها. نعم، يعني ابونا نعم تفضل. دائما بسر الافخارستيه عندنا البعد الرسالي دائما لحتى كل المؤمنين يقوموا برسالتهم، ومثل ما قلنا يعطوا الثمار المرجوه الا وهي عيش كلمه الله بحياتنا. نعم. ابونا قد ايه يعني هذا الشيء هو دليل على انه الانسان ممكن يستفيد من اي وسيله موجوده قدامه تيكون عم ببشر بيسوع؟ اكيد نحن بنقدر نستعمل كل الوسائل، كل الوسائل هي متاحه من اجل نحن اعلان البشاره، حتى بنشوف نحن اذا بنشوف باصل وجود كل الوسائل معنا هي من اجل البشاره ومن اجل، بس الانسان اوقات بضعفه مثل ما قلنا بيستعملها من اجل كل الامور وبينسى انه موجود من اجل البشاره، حتى نحن اذا بناخذ بالامور التعليميه والتنشئه، التنشئة العادية، لأنه ما في تنشئة عادية، ما هي تنشئة بلشت بالأسرار. نعم. يعني بنشوف بأوروبا لما بلشت تناضى حتى مع شارلومان، هيك بيقولوا شارلومان أسس المدرسة، شو هدف المدرسة؟ هدف المدرسة هي التعليم المسيحي. صحيح.
تعليم المسيحي، لانه كل المواد اللي بياخذها الانسان بالمدرسه هي من شان حتى يفهم بشكل افضل الكتاب المقدس والاسرار اللي اخذها. هلا مع الاسف المدرسه اللي انوجدت رسالتها من اجل التعليم المسيحي بتعلم كل شيء الا تعليم المسيحي، وحتى في مدارس بعد بترفض وبتمنع أن يكون في شيء بدل او بيذكر بالامور المسيحيه الدينيه. بقى من هيك نحن لازم نرجع الامور، بقول رجع المياه الى مجاريها. ونحط الامور الى اهدافها الاساسيه، نوجهها الى اهدافها الاساسيه الا وهي التنشئه المسيحيه وعيش الاسرار في حياه المؤمنين. بقى من هيك كارلو أكوتيس كان هدفه من خلق هالويب سايت، الموقع الالكتروني، انه يعرف العالم كله على كنوز سر الموجوده بسر الافخارستيه، وعلى الغنى اللي موجود فيه، وعلى الرساله حتى اكثر عدد من المؤمنين يقدر يشترك بهالكنوز هيدي ويستفيد منها طبعا ويفيد الاخرين. نعم، يعني أبونا أكيد ما فينا ننكر أهمية التوعية، ولكن أيضا يعني في الجانب الشخصي، يعني اليوم شو اللي شده برأيك لكارلو للإفخارستية؟ كيف استوعب أهميتها بهالعمر الصغير؟ يعني هي الإفخارستية أكيد مهمة دائما، يعني بتستوعب الكل موجودة، بس هو الديسبوزيسيون اللي كانت موجودة، الاستعداد اللي كان عنده، هالبراءة اللي كانت موجودة عنده من هو صغير، هالإطار اللي كان موجود فيه، أكيد دفعه أنه يقدر يعكس، يعني باردون لو قلت لك هالكلمة، أنه كمان تحكي عنا القديسة كلارا وبيحكي عنا بعدة قديسين بيحكوا عنا، بس أكثر شيء أنه الإنسان، وحتى إيفاغر لبونتيك بيحكي عنا الإنسان كان مثل حجر، لأنه كمان بالمزمور 94 بيقول اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. بقى بنشوف نحن قلبنا، قلب الانسان هو اذا تركناه لحاله بيكون مثل الحجر. صحيح. والحجر هيدا كثير شبهوه الى بروت يعني خام. نعم. بقدر ما نحن ما بنثقله يعني قدر ما بنحفه وبنبريه وبنشيل منه الشوائب، بقدر ما بصير مثل المرايه هذا الحجر بيعكس صوره الله بحياتنا. بقى اللي جذب، أنا برأيي جذب كارلو على لسر الإفخارستية هو تشبهه بسيدنا يسوع المسيح، ومن أكثر ما القديسين كلهم تشبهوا بشكل أو بآخر بسيدنا يسوع المسيح، ومن تشبه أكثر شيء بتاريخ الكنيسة، كل القديسين تشبهوا، بس أكثر شيء مين نحن منصور أنه تشبه بسيدنا يسوع المسيح هو القديس فرانسيس. نعم. ومن هيك كان في عنا تواصل، هيك لما كان قلبه طاهر هالولد هيدا، وإذا بدنا نقول شوك العالم ما قدر طغي عليه وغطى هالكلمة الله بحياته، قدر عكس صورة سيدنا يسوع المسيح بحياته. نعم. فأعطاها إلى الآخرين وظهرت بهذه الطريقة هيدي أو بهذه الرسالة. نعم. بقى من هيك كارلو أكوتيس هو استغنم الفرصة بنشوف نحن، واستفاد من الوقت واستفاد من الوسائل إلى مثل ما قال هو، أعلن أنه الطريق المستقيم والسريع نحو الملكوت هو سر الإفخارستية. نعم. هذا ما بيعني أنه الطريق الوحيد، أكيد مع عدة طرق بيحكي عنها، هذا الطريق السريع والطريق الرئيسي الأسرع شيء، بس ما بيحكي كمان عن سر الاعتراف. أكيد. ما بدنا ننسى أنه بيحكي عن سر الاعتراف وقديش أهمية سر الاعتراف، واللي هو حتى بكل سر إفخارستية بالبداية عندنا كمان فترة إذا ما نقول هي للبينيتونس، هي للتوبة وللتكفرة، لطلب محو الخطايا ومحو الذنوب هيدي. وبنشوف كمان عطي لأشياء كثيرة حتى كارلو أكوتيس بسر الإفخارستية، لأنه عندنا حسب ما بيعلمنا المجمع الفاتيكاني بنور الأمم رقم 10 إنه سر الإفخارستية هو الذروة والنبع تبع كل الأعمال المسيحية التقوية. نعم. يعني الصلوات، ذروة الصلوات ونبع كل الصلوات هو سر الإفخارستية. وهني حكينا عن سر الاعتراف، نحكي عن سر المعمودية اللي هو كمان كلهم هودي لازم طبعا ندخل فيهم وبكنوزهم وبأسرارهم وبمفاعيلهم على المؤمن. كما في مشان الأشياء الثانية إذا بدنا نقول غير الأسرار، كمان عنده بالنسبة له كان صلاة المسبحة مهمة جدا. نعم.
لأنه نحن هلأ بشهر الوردية، وحتى هو كمان عيده بشهر الوردية وتطوب بشهر الوردية ومات بشهر الوردية، بنشوف نحن أنه قديش أهمية صلاة المسبحة وصلاة الوردية المؤمن قديش أثرت وقديش لعبت دور بتاريخ الكنيسة. نعم صحيح. وبتاريخ المؤمنين الشخصية عم نقول. من هون على الصعيد الشخصي بكارلو أكوتيس، صعيد الولد يعني، قديش كانت تربيته وقديش كان هو كشاب عنده هالشوق والطوق إلى الاتحاد بسيدنا يسوع المسيح، حتى صار على طريقه وعلى الدرب الرئيسي واتحد فيه بسر الإفخارستية. في عنا شغلة تانية، إذا حكينا عن الوردية وصلاة الوردية، نعم، في عنا صلاة كمان لا تقل أهمية، لأنه بتجي من بعد صلاة الإفخارستية أو من بعد سر الإفخارستية، إذا بدنا نقول من بعد القداس شو بيجينا أهم صلاة؟ هي السجود للإربان المقدس، وساعة السجود هي كتير مهمة طبعا. حتى بيطلب من الأشخاص يعملوا نص ساعة سجود، بيقول لهم لك يا عمي مش عم تقدروا تعرفوا قديش في غنى بهالساعة. صحيح. شوفوا مين اللي قدم نفسه، شوفوا اللي الشخص اللي قدم حياته لحتى يخلصكم، لحتى قديش بحبكم، وليش أنتم عم تمروا بدون ما تعطوا ولا أي أهمية له. نعم. بقى من هيك كارلو أكوتيس قدر فهم، بدي أقول أنه استوعب هالشيء، بإعطائه استوعب وفهم أنه محبة يسوع المسيح لإله وللبشرية ككل، وهو حسبه بيقول أنه هالمحبة مثل ما هو فهمها ما هي موجودة للكل، ليه مش عم تفهمه؟ صحيح. ليش مش عم يفهم؟ لأنه إذا الإنسان ما دار دينته، اليوم إذا سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم، شو بيخلينا نقسي قلوبنا؟ نعم. هو الأمور الأرضية، والأمور نحن لما نكون أنانية ونكون ما بدنا الآخرين ومش بحاجة لخلاص ربنا. صحيح. نكون عم نبتعد عنه، وهيدي شو هيدي كمان شغلة تانية كمان موجودة عند كارلو أكوتيس واللي موجودة عند القديس فرانسيس، اللي هي التواضع. نعم. إذا الواحد ما تواضع وما عرف إنه هو بحاجة لخلاص الرب كمان، لأنه بيكون عنده ما رح يقدر يفهم هالأمور. ما عنده هالطوق إلى الاتحاد مع كلمة الله بحياته اليومية. نعم. أبونا نحن بدنا منك هيك كلمة صغيرة اليوم بتتوجه فيها للفئة الشبابية تحديدا. يعني الكلمة اللي بتوجه فيها اللي هي كمان رددها كثير كارلوس أكوتيس، إنه خلينا سوا نكتشف محبة الله لإلنا ونتوجه إلى من أحبنا ومن بذل نفسه في سبيلنا وخلصنا، لحتى فعلا نحن كمان ننعم بهالمحبة اللي اعطانا اياها سيدنا يسوع المسيح على الصليب، ولحتى نسير امامه لانه هو وحده اللي اهل انه نحن نقدر نتبعه، نسمع صوته ونبحث عنه ونكون فعلا متحدين معه بكلمته بحياتنا، لانه ما في حدا بيقدر يخلصنا على وجه الارض ويعطينا السعادة الا سيدنا يسوع المسيح وحده. طبعا أبونا نحن بنشكرك كثير على مشاركتك معنا اليوم. الله يبارككم ويعطيكم النعمة إنكم دائما تسيروا على دربه وتوطدوا ملكوته بقلوبكم. شكرا، أهلا وسهلا فيك. الله يبارككم. مشاهدينا بريك ومنتابع حلقتنا، خليكن معنا. جينا يا عذراء انت حمينا، عيدك نحن جينا يا عذراء انت حمينا، انت النعمة بتعطينا قلبك حب بيروينا، انت النعمة بتعطينا قلبك حب بيروينا، نحن جينا انت النعمة، نعمة انت ونحنا جينا يا عذراء توصي فينا، الورد زرار وعلينا مسبحتك بإيدينا، ورد زرار وعلينا مسبحتك بإيدينا، خلي عينيك علينا وعالبنا ننجينا، نحن جينا انت النعمة، نعمة
نامي انت ونحنا جينا يا عذرا توصي فينا. ملكة كل المعمور مريم أمي وأم النور، يا ملكة كل المعمور مريم أمي وأم النور. كل ما هالأيام بشور نورك باقي يهدينا، نحنا جينا انت النعمة، نعمة انت ونحنا جينا يا حضرة توصي فينا. صلاة وشموع نقدم هالابنك يسوع، بخور وصلاة وشموع نقدم هالابنك يسوع. يخلصنا ويشفي الموجوع يا عذرا توصي فينا، نحنا جينا انت النعمة، انت النعمة ونحنا جينا يا عذرا توصي فينا. عيدك نحنا نحنا جينا يا عذراء انت حمينا، انت النعمة بتعطينا قلبك حب بيروينا، انت النعمة بتعطينا وقلبك حب بيروينا. نحنا جينا انت النعمة، انت النعمة ونحنا جينا يا عذراء توصي فينا. نعمة انت ونحنا جينا يا عذرا توصي فينا.